السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع ياسين كويزين. وصفة اليوم بزاف سهلة وما تاخذش بزاف الوقت، وأيضا مقاديرها جد اقتصادية. راح نحتاج فيها حوالي كاس من الرز، وأيضا حبيبة بطاطا، وهو طبق لشخصين، وطبعا ضعفوا الكمية على حسب عدد الأشخاص. على نار متوسطة، هنا راح نبدأ نطيب الرز. نحطوا 2 كيلات من الماء، نخليهم حتى يبداو يغليو. بعد ذلك نضيف لهم ملعقة كبيرة من الزيت أو زيت الزيتون، ثم نحط كاس تاع الرز. هنا كاس صغير حوالي 125 غرام، يعني نص ربع كيلو. نخليه حتى يتشرب كامل الماء ونحطوه جانبا. نروح نحضروا البطاطا. ناخذوا حبة بطاطا نقشروها جيدا وننقيوها ونغسلوها، ثم نربيوها في لاغاب في الجهة الصغيرة، نربيوها رقيقة جيدا باش طيب لنا مليح. نزيدو ناخذوا حبة بصل صغيرة أيضا، نسكرفجوها بنفس الطريقة. بعد ذلك ناخذوا البطاطا وأيضا البصل، نقطروهم من الماء اللي فيهم، لازم نحيوهم له كامل باش ما يفسدناش الوصفة. هنا صفيناه مليح. نعودو ناخذو البطاطا مع البصل اللي كنا نحينا لهم الماء، نضيف لهم الرز اللي كنا غليناه كيلا رز بزوج كيلات ماء حتى تشرب كامل الماء. كما شفتو ما استعملناش فيه الملح. نضيفوا الفلفل الأسود والزنجبيل. هنا بالنسبة لزيبيس على حساب الذوق، يمكن تزيدي دي زيبيس أخرين. وصلصة الصويا ملعقة صغيرة فقط، وهذه صلصة الصويا هي اختيارية، يمكن ما تحطيهاش. نزيدوا حبيبة بيض والملح على حساب الذوق. نخلطوا المقادير جيدا وتكون عندنا الوصفة جاهزة. هذه هي المقادير الأساسية، يعني لاباز، ويمكن تزيدي لها المقادير اللي متوفرين عندك. كما أنا هنا كان عندي شوية بولي آشي، يعني دجاج مرحي مقلي فقط في الزيت، ومعه شوية ليزيبيس فلفل الأحمر وأضفته. على نار متوسطة نحط حوالي ملعقة كبيرة من الزبدة. هنا نمروا باش نطيبوا الخبيزة اللي راح تكون بالرز والبطاطا. بعد ما تسخن الزيت جيدا نحط الرز اللي كنا خلطناه مع البطاطا اللي سكرفجناها، وحبة بصل، وأيضا فلفل أسود والزنجبيل والملح والبولي آشي أو الدجاج المفروم. نخليهم حتى يتحمروا من تحت بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا على الجوانب تحمرت. نحيوها من النار ونقلبوها باستعمال صحن فقط بهذه الطريقه. نعود نرجعوها بعد ما نضيفوا الزيت او زيت الزيتون في المقله، يمكن نضيفوا ايضا الزبده. ندوروها كامل على المقله باش ما تلصقش. نعود نرجعوها على نار متوسطة إلى قليلة باش تطيب لنا البطاطا جيدا، ونتحصلوا على هذا النتيجة. لازم تكون محمرة على الجانبين. كما شفتوا هو طبق بزاف سهل وأيضا سريع التحضير، وبمقادير جد بسيطة. كما قلت لكم تقدروا تضيفوا فيه أي مكونات عندكم. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها بإذن الله. إلى اللقاء مع وصفة جديدة مع ياسين كويزين.